بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله حبدأ الحصة الأولى من درس الفتوحات الإسلامية للثاني عشر، ونبدأ إن شاء الله الفقرة الأولى الجزء الأول. عندنا في صفحة اللي هو 10: التهيئة الحافزة لا تدخل في الامتحان. الخريطة أيضا لا تأتي في الامتحان، ولكن يجب أن نناقش الأسئلة اللي موجودة على جنب الخريطة، ونأتي نوازن بين امتداد الدولة الإسلامية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين امتداداتها وامتدادها في الفترات اللاحقة. الآن اللون الأخضر اللي إحنا شايفينه عنا هي امتداد الفتوحات الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وزي ما إحنا شايفين المدينة المنورة ومكة والمنطقة اللي موجودة عنا في دول الخليج. الآن المنطقة الصفراء اللي موجودة عنا في عهد الخلفاء الراشدين، اللي زي ما احنا شايفين امتدت إلى منطقة اللي هي دمشق، القدس، بغداد، بلاد ما وراء النهر أو بلاد فارس، أيضا منطقة اللي هي شمال أفريقيا جزء منها هي ممتدة. نأتي إلى الفتوحات في العهد الأموي. في العهد الأموي استمرت في منطقة اللي هو شمال أفريقيا ومنطقة الأندلس ومناطق بلاد ما وراء النهر اللي هو زي ما هي مكتوب عندنا سمرقند. في العهد العباسي اللي هي جزيرة جزر في صقلية وفي قبرص في جزر البحر الأبيض المتوسط. هذا بالنسبة للخريطة اللي موجودة في صفحة 10. الآن نأتي إلى رأس الصفحة في صفحة 11: ما المقصود بالفتح؟ الفتح لغة، الفتح عكسها اللي هي زي ما هو مكتوب عنا الإغلاق، لكن اصطلاحا نشوف إيش تعريفها: سلسلة من الحروب الجهادية، حروب ومعارك جهادية. من الذي خاضها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 هجري 632 ميلادي خارج في المناطق التي تقع خارج شبه الجزيرة العربية، طبعا بهدف نشر الإسلام وإنقاذ الناس وتحريرهم وإخراجهم من الضلال إلى النور. إذن لغة عكسها الإغلاق، عكس الفتح الإغلاق. اصطلاحا هي عبارة عن سلسلة من الحروب والمعارك الجهادية خاضها المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في 11 هجري 632 ميلادي في المناطق التي تقع خارج شبه الجزيرة العربية بهدف نشر الدين الإسلامي وإنقاذ الناس وتحريرهم وإخراجهم من الضلال إلى النور. ونطبق الفكرة على الخريطة. إذن هي عبارة عن معارك جهادية، عبارة عن معارك جهادية كانت خارج شبه الجزيرة العربية. هذه المعارك الجهادية التي دارت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في سنة 11 هجري اللي هو 632 ميلادي، كانت زي ما حكينا ضد الدول التي تقع خارج شبه الجزيرة العربية زي ما شفنا على الأسهم. كان هدفها نشر الإسلام وتخليص الناس وتحريرهم وإنقاذهم ومن الضلال إلى النور. هذا هو تعريف الفتح. نأتي إلى دوافع الفتح. لو أجانا سؤال عدد دون شرح دوافع الفتح الإسلامي، هيكون الدين الإسلامي، العامل الاقتصادي، أوضاع الدول الكبرى. هيها موجودة عندي في صفحة 11. الآن إحنا بدنا نناقش الأسئلة اللي موجودة تحت من الفقرة أو تحت من النشاط اللي هي هذه، وحنتطرق إليها بالدور. إذا نذكر دوافع الفتوحات الإسلامية زي ما حكيت: الدين الإسلامي والعامل الاقتصادي وأوضاع الدول الكبرى. الآن نوضح دور الدين الإسلامي. للدين الإسلامي عندما جاء الإسلام أحدث قوة هائلة. إذا الإسلام أحدث قوة هائلة. هذه القوة أدت إلى دفع حركة الفتح الإسلامي، وخاصة أن الدين الإسلامي عمل على توحيد الأمة، توحيدهم كل العالم في أمة واحدة، يعني كل من أراد أن يدخل الإسلام كان يدخل ضمن نطاق الأمة الإسلامية،
وخاصة أن العالم الإسلامي جاء بفكر عالمية الدعوة، أي أن الإسلام لم يقتصر على العرب وحدهم أو سكان شبه الجزيرة، بل جاء بفكر عالمية الدعوة الإسلامية. النقطة الثانية أنه المسلمين عندما جاءوا أو فتحوا المناطق كانوا يحملوا تعاليم إسلامية سمحة، فالناس أو المجتمع الذي يدخل إليهم كانوا ينظرون لهم كمنقذين، وأنهم جاءوا لإخراجهم من الضلال إلى الهداية. بالإضافة إلى مكانة المسجد الأقصى أو البيت المقدس، المكانة الدينية للمسجد، كونه مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الشيء الثاني أنه أولى القبلتين، وثالث الحرمين، فكان ذلك فكان له مكانة في بعث الهمم من أجل تحريره من يد البيزنطيين. إذن هذا هو ما يتعلق بالدين الإسلامي. الدين الإسلامي أحدث قوة هائلة، هذه القوة أدت إلى دفع حركة الفتح الإسلامي، جعلتهم يتوحدوا بفكرة عالمية الدعوة في أمة واحدة، المسلمين منقذين للعالم الإسلامي، لأنهم أخرجوا الناس من الضلال إلى الهداية. إذن كمان مرة، الإسلام لم يأتي للعرب بل جاء للعالم كله، المسلمين كانوا منقذين للعالم وأخرجوهم من الضلال إلى الهداية، يعني في كل الأماكن كان الإسلام ينشر تعاليم سمحة، في كل مناطق دخلوا له كانوا ينشروا حتى في الوقت الحالي. بالإضافة إلى أنه مكانة المسجد الأقصى فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يتعلق بالدين الإسلامي. نأتي إلى الفقرة الثانية ونشوفها عنا، اللي هو العامل الاقتصادي، وهذا موجود عنا. نستنتج الدوافع الاقتصادية لحركة الفتح الإسلامي. أبو بكر الصديق عنا نقطتين. النقطة الأولى، أبو بكر الصديق عندما كان يشجع المسلمين لفتح مناطق في منطقة اللي هي بلاد العراق وبلاد الشام، كان يشجعهم على شيئين. الشيء الأول الجهاد ونشر الإسلام، وترغيبهم في المغانم التي سوف يحصلوا عليها. إذن أبو بكر الصديق عندما كان يشجع المسلمين على الفتح في هذه المناطق لحاجتين، الجهاد وترغيبهم في المغانم. خالد بن الوليد كان يرى أن الحصول على منطقة السواد التي تقع جنوب العراق تستحق المخاطرة، وخاصة أن منطقة السواد منطقة ذات ثروات اقتصادية كبيرة، فلا بد من تحريرها من يد الفرس، بدل من أن تبقى بيد الفرس يستفيد منها المسلمين. طبعا أبو بكر الصديق كان يشجعهم، وخالد بن الوليد أيضا كان يشجعهم في منطقة العراق ومنطقة اللي هي بلاد الشام من أجل الحصول على المغانم في هذه المنطقة. نأتي إلى الجزئية الثالثة أو الفقرة الثالثة من اللي هي أوضاع الدول الكبرى، وأوضاع الدول الكبرى موجود لها سؤال عنا داخل الكتاب. استنتج أوضاع الدول الكبرى في سير حركة الفتح. السؤال الثالث موجود عنا صفحة 17 اللي هو أجا في 2019. الدول الكبرى زي الدولة البيزنطية والدولة الفارسية شهدت العديد من اللي هي الأحداث في القرن السادس عشر، متمثلة في اللي هو الحروب المتواصلة ما بين المنطقتين. إذن الدولة اللي هي الفارسية أكبر دول، والدولة البيزنطية، التنتين شهدت اللي هي مجموعة من الحروب ما بين الطرفين، حروب متواصلة في القرن السادس الميلادي. بالإضافة إلى أنه هذه المنطقة انتشر فيها الأوبئة والأمراض كمرض الطاعون، أدت إلى استنزاف طاقتهم العسكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى أن هذه الدولتين كانت تمارس اضطهاد ديني على اللي هو المسيحيين العرب
والأقباط في هذه المنطقة، كل هذه الأحداث التي مرت بها اللي هي الدولة البيزنطية والدولة الفارسية شجعت العرب المسلمين لفتح هذه المنطقة. وهذا السؤال كمان مرة موجود معنا في الكتاب، هذا السؤال انذكر في 2019. الدولة البيزنطية والفارسية في القرن السادس الميلادي كان بينهم صراع أدى إلى استنزاف طاقتهم، انتشار الأوبئة والأمراض، الاضطهاد اللي مارسوه ضد المسيحيين العرب والأقباط. كمان مرة هذا ما أجا في 2019 قضية للنقاش لا تدخل في الامتحان. نأتي لمجموعة من الأسئلة على الدرس ونشوف، اختر رمز الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ما القوة الهائلة للدين الإسلامي الذي كان له أثر في دفع حركة الفتح؟ نشوف عنا الخيارات. القوة الهائلة اللي جعلت من الدين الإسلامي له أثر في حركة الفتح، الحصول على مكاسب دنيوية، فكرة عالمية الدعوة وتوحيدهم في أمة واحدة، الدين الإسلامي جاء للعرب دون غيرهم، فكرة القضاء على الأديان اللي هي فكرة عالمية الدعوة وتوحيدهم في أمة واحدة. 2. من القائد المسلم الذي شجع الفتح في منطقة السواد جنوب العراق؟ وناخذ خيارات عنا ونشوف الإجابة الصحيحة. خالد بن الوليد. 3. ما أوضاع الدول الكبرى التي شجعت المسلمين للقيام بحركة الفتح في منطقتهم؟ الدولة البيزنطية كانت قوية، العلاقة الجيدة بين المسلمين والبيزنطيين شجعتهم على القيام بحركة الفتح، الصراع بين المسلمين وانتشار الأمراض كمرض الطاعون. واحدة من الأربعة ونشوف الإجابة، انتشار الأمراض. هيك بنكون خلصنا كل اللي هي الحصة الأولى. إن شاء الله الحصة القادمة اللي هو نستكمل سير الفتوحات الإسلامية.